اقترب الوداد الرياضي من حسم صفقة محمد أونجم لاعب الزمالك المصري السابق خلال فترة انتقالات الجارية. وذكر موقع 360 سبور المغربي أن إدارة الوداد الرياضي في مفاوضات متقدمة مع محمد أونجم من أجل ضمه في الميركاتو الجاري. وأضاف الموقع أن إدارة الوداد الرياضي ستتقدم بعرض جديد لأونجم بعد العرض الأول من أجل إقناع اللاعب بالعودة مجددا. وسبق وأن لعب محمد أونجم في صفوف الوداد الرياضي في الفترة بين 2015-2019، ثم انضم إلى الزمالك المصري ليعود بعدها للوداد الرياضي معار لمدة موسم واحد من 2020-2021، ثم استكمل الموسم الأخير مع الزمالك 2021-2022. وغادر محمد أونجم صفوف الزمالك المصري عقب تتويج الفارس الأبيض بكأس مصر مؤخرا على حساب الأهلي بعد فشل التوصل إلى تجديد مع محمد أونجم. وشارك محمد مع الزمالك المصري في 31 لقاء في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، سجل خلالها هدفين وصنع هدف واحد، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب أونجم 1.2 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفور ماركت العالمي.